حكم الوضوء قبل الخروج من البيت لمن لديه الحدث الدائم ومس المصحف بعد ذلك، هل يجوز؟ ايوه، هو يتوضأ ليكون على طهارة، لكن أيوة. إذا أذن بعد ذلك وحدثه مستمر يلزمه إعادة الوضوء، يلزمه إعادة الوضوء إذا كان صاحب سلس أو حدث مستمر. أيوة. إذا دخل وقت الصلاة الجديدة يلزمه أن يعيد، وإذا لا ما دخل مستمر الوقت، يعني ما جاء وقت صلاة جديدة، يصلي على وضوءه الأول. حفظك الله. هو خروج الصباح يعني قبل الخروج للدوام المدرسي، خلص تتوضأ المرأة قبل خروجها لا طيب، ولديها عذر الدائم، هذا طيب هل يجوز لها؟ اي نعم تلمس، اي نعم، لتكون على طهارة نعم، ومعها العذر الدائم ولو كان عليها حدث دائم.